حياكم الله إذا ما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أعلنت رابطة المطاعم العراقية عن خسائر كبيرة تعرضت لها المطاعم بعد استهداف وكالة أمريكية. قال رئيس الرابطة أنس صراف إن استهداف المطاعم تسبب بخسائر وركود بسبب خشية المواطنين من الذهاب إليها، وأشار إلى أن الخسائر الاقتصادية للمطاعم هي الأمن الاقتصادي للوكالات. وأشار الصراف إلى أن الوكالات الأجنبية بدأت تتخوف من الدخول للعراق بسبب الوضع الأمني وزيادة أسعار التأمين، لافتا إلى أن سوق المطاعم العراقية بدأ بالتراجع. أعلن مصدر مطلع على اجتماعات وفد حكومة أربيل والشركات النفطية مع حكومة السودان تعثر محادثات استئناف تصدير النفط من كردستان العراق إلى تركيا. وقال المصدر إن وفد وزارة الثروات الطبيعية بكردستان العراق غادر بغداد متوجها إلى أربيل بعد تعثر محادثات استئناف تصدير النفط لتركيا وإخفاق كلا الجانبين في التوصل لاتفاق نفطي. هذا وكشف خبراء في النفط تفاصيل اجتماع وفد حكومة كردستان العراق والشركات النفطية الأجنبية مع وزارة النفط في بغداد، مؤكدين أن الاجتماع لم يتوصل إلى أي اتفاق وأن الجو العام متشنج بين الطرفين. أكدت لجنة التحقيق النيابية في شبهات فساد شركة الموانئ العراقية أن الموانئ العراق خارجة عن سلطة الحكومة. وقال رئيس اللجنة النائب ياسر الحسيني إن موانئ العراق خارجة عن سلطة القضاء والنزاهة والبرلمان والحكومة، مبينا أن الموانئ تدار بمزاجية مديريها والأيادي الخلفية أو الخفية التي تقف خلفها. وذكر أن التجاوزات التي تمارسها إدارة الموانئ يشيب لها الرأس على حد وصفها. سجلت أسعار الأسماك في العراق ارتفاعاً كبيراً لنقص المعروض في الأسواق بسبب الجفاف وشح المياه وردم الأحواض والبحيرات الصناعية الخاصة بتربية الأسماك. وقفز متوسط سعر الكيلوغرام من السمك من 4000 دينار إلى 13000 دينار، الأمر الذي سبب ضغطاً على ميزانيات الكثير من الأسر خاصة في ظل ارتفاع أسعار البدائل وعلى رأسها اللحوم الحمراء. قالت الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك إن حجم الإنتاج السنوي تراجع إلى 150 ألف طن بعد أن كان يصل إلى 1 مليون طن في أعوام ماضية. وفي خبرنا الأخير، حل العراق في المرتبة الأولى من بين الدول الأكثر استيراداً للحبوب والبقول التركية خلال الخمس أشهر من العام الحالي 2024. وقال رئيس مجلس إدارة قطاع الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجات جمعية المصدرين الأتراك أحمد ترياكي أوغلو، قال إن صادرات الحبوب التركية ارتفعت بنسبة تجاوزت 25% من حيث الكمية خلال فترة الخمسة أشهر الأخيرة. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. We'll be right back.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.